فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. اذا اللقاء الاياب ينطلق في لحظات قليلة قادمة بادارة طاقم تحكيم موريسي. اذا اللقاء منتظر جدا، لقاء هام. اسيك ميموزا وصل في بداية الاسبوع للمغرب لاجراء اكثر من حصة تدريبية هنا في مركب محمد الخامس. اسيك انتصر ذهابا 2-0، وكرة مغربية يمشي من الجناح هشام ابو شروان، والهدف الاول يضيع. كرة الاول تضيع عن الرجاء البيضاوي. فرصة اولى، لابد من استغلال كل المساحات وكل الفرص وعامل وارضية الميدان. كرة اولى تضيع من محمد علي ديالو، ممكن التسديد، وتأتي التسديد وهدف. 1-0 يا رجاء كازابلانكا. قلت لن يتأخر الهدف، لن يمر فريق الميموزا ولو أن الحكم يرفض الهدف. يرفض الهدف بصفة متأخرة يا ليم كيتشونغ. تأخر الإعلان عن الأوفسايد. على كل ضاع الهدف الأول، لكن أكرر، لن تضيع المباراة بهذا المستوى الجيد. الرجاء سيمر إن شاء الله. كورة ممتازة جدا، شوف التسديدة، تجربة كل الحلول. يتصدى سليمان، يمسكها من هذا الموقع. لا نعرف أوفسايد أو لا، سنعرف. ديسينك أسك لم يدخل في المباراة تحت وطأة الضغط البيضاوي. رائع يا هشام، فنان يا هشام. والتسديدة وتضيع، مش ممكن هذه تضيع، مش ممكن الكرة هذه تضيع. فرصة أخرى 25 متر بعيدة على سليمان، على طريقة لاولا المكسيكية. الجمهور المغربي ينتظر تسديدة زكريا عبو. سليمان كانتي يوقف جدار دفاعه. كرة مغربية، التنفيذ، وكاد الهدف الأول، كاد الهدف. الحظ مع فريق الميموزا في هذا المساء لحد الآن. تسديدة ممتازة جدا، استغلال الكرة الثابتة أكثر من مهم. قوية جدا، مؤطرة، لكن سنتيمترات. كرة أخرى تمشي من الجناح لهشام أبو شروان، يحاول انطلاق، يمر هشام، كرة خطيرة، هشام أبو شروان في التمرير، الحارس تصدى، والهدف يضيع بطريقة غريبة على فريق كازابلانكا. فرصة لا تعوض، فرصة قد لا تتكرر. هدف أول يضيع على الرجاء البيضاوي في الدقيقة 44 من اللحظة. ضغط الرجاء يتواصل في اللحظات الأخيرة. ممكن الكرة هذه، ممكن من محمد علي ديالو. ديالو في منطقة الجزاء، توزيعة مغربية، الدفاع يتصدى بصعوبة، وكرة في المرمى وتضيع. ضاعت مرة أخرى. حظ مع الميموزا في هذه المباراة. فرص تتوالى، المحاولات تتنوع، الهجمات تتكرر، والرجاء ما زال في رحلة البحث عن الهدف الأول. شوف كرة في المرمى، فرصة أخرى لا تعوض. عديد مستوى كبير. توغل خطير من سامي تاج الدين، والهدف الاول، الهدف القاتل يا ميموزا. هشام ابو شروان في الدقيقة الاولى من الوقت البديل يصلحها سامي تاج الدين، وتاج على رؤوس الايفواريين. هشام ابو شروان في المرمى. 1-0 للرجاء، لن يمر الميموزا. قلت بهذه العزيمة، بهذا المستوى الرائع، من الصعب ان ينقذ فريق الاساك. 1-0 في وقت حساس. تمنيت بين نفسي، تمنيت الهدف الاول في هذا الوقت القاتل. لن يمر الميموزا. قلت بهذه العزيمة، بهذا المستوى الرائع، من الصعب ان ينقذ فريق الاساك. 1-0 في وقت حساس في هذه الارضية الثقيلة جدا. رائع يا سامي تاج الدين. هشام كقناص طبعا يقتنص الكرة ويضعها في المرمى الايفواري. 1-0. يتعدى بوشروان، مراوغه اولى، مراوغه ثانيه. رايح هشام، يدخل منطقه 18، يسدد، والعارضه، العارضه. اي كوره واي لعب، اي كوره واي لعب. برافو يا هشام، مكسب للكوره المغربيه. اكيد سيكون النجم القادم لكره اسود الاطلس. يفك الكوره، يراوغ الاول، يمر بالثاني، يتجاوز الثالث ويسدد. ما زالت خطيره في مناطق الجزاء. يا عبوب، سيطره واضحه للرجاء. زكريا عبوب يلعبها في مكان مناسب، يمشي سامي تاج الدين، كرة مرفوعة، ترجع من الدفاع في المرة الأولى، ما زالت الإمكانية في المرة الثانية، والهدف الثاني. خلاص أسك ينهار، خلاص يا فرانسوا انديلي. 2-0
0 في الدقيقة 20. لن نمر حتى لركلات الترجيح. سيخلصها الرجاء البيضاوي. سيخلصها في الوقت القانوني. 2-0. خلاص انتهت معاناة الذهاب وحسابات اللقاء الأول. ثنائية روماريتش دخلت طي التاريخ. الحسابات المغربية أصح وأسلم الآن. الهدف الثاني من فرانسوا إنديني. شوف فرانسوا خطأ قاتل. برنار وموسى دومبيا، هذا 27 موسى دومبيا يخطأ في مراقبة فرانسوا إنديني والكامروني في المرمى. 2-0. ديالو يمر الكرة لإنديني في المرمى ليفواري. خلاص 2-2 الآن. ننطلق من الصفر، لكن أي انطلاقة، لكن مطالب بهدف آخر. هذا هو قانون اللعبة. يمشي هشام، هشام أبو شروان في تسديد وكاد الهدف الثالث، كاد يخلصها النجم هشام أبو شروان. جميلة جدا الكرة الأخيرة وجميل هشام. وشوف لقطة من ليمكي تشونغ كأنها برتقالة. ليمكي تشونغ على يمين الحارس ابراهيم اكوني، خطيرة جدا على الخط النهائي. فرصة أخرى لفريق الرجاوي، فرصة أخرى لفريقه. تسديدة من نوردي القاسمي والحارس يتصدى، ما زالت الإمكانية على مارتين ابراهيم اكوني. ديالو لم يؤمن بحظه في اقتناص هذه الكرة. خسارة، ضاعت الفرصة المغربية. من سدد هذا؟ نبيل مسلوب. كاد يسلب أذربيجان فرحة النهائي. شوف ديالو لم يؤمن. والهجوم المعاكس، لابد من الضغط، لابد من الضغط. عمر زويت يقف لكن الكرة لن تتوقف، ما زالت بيضاوية. الرجاء في الهجوم، هشام هو الأخطر. هشام يخلصها، هشام يسدد، الحارس يتصدى، كاد يخلصها. كاد أصيب في الدقيقة 90. الآن الدقيقة 89 و50 ثانية. انتظرت هدفك يا هشام وقلت الدقيقة 90 هدف الفوز. برافو رائع الحارس ابراهيم اكوني. يعيدها لهجمة بيضاوية جديدة قد تصنع الامل والفرحة. يمشي من جديد هشام ابو شروان، يترك الكرة زكريا عبوب على القائم الثاني والهدف الثالث. خلاص القاتل يا رجاء، القاتل يا كازابلانكا. خلاص الف مبروك الصعود البيضاوي للفاينل. 3-0 في الوقت الضايع، في الوقت القاتل انهار التنين الايفواري. خلاص شبح اسك ذهب الى الابد. 3-0 من الرجاء البيضاوي. هشام لزكريا عبوب، في التوزيع لفرانسوا انديني في المرمى. 3-0 انتهت المباراة في الوقت القاتل. هذا زكريا عبوب، شوف الكرة تمشي لهشام ابو شروان. برافو الرجاء من بحظوظه، لم يبحث عن لعبة الحظ. شوف زكريا عبوب بالمليمتر بالمسطرة على رأس فرانسوا انديني والكامروني يصنع فرحة الجمهور البيضاوي. 3-0. خلاص ابتعدت لعبة ركلات الجزاء الحاسمة. 3-0 في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل. شوف هشام الذكاء والأداء الجماعي، ابتعد عن أنانية ممكن لقاية الماضية. يترك الكرة لزكريا عبوب، عبوب على القائم الثاني يخلصها فرانسوا انديني. لم ننتظر هذا الرجاء القوي ويهدي الترشح للرجاء البيضاوي. خلاص 8 دقائق الان في الوقت البديل. هدف رابع، رابع رابع من الرجاء. ربحها البيضاوي، ربحها الرجاوي. رائع جدا. 4-0 اكتساح مغربي لافيال الكوت ديفوار. 4-0 الهدف الرابع اظن عمر زويت. كورة ممتازة جدا. 4-0، 4-0 من فريق الدار البيضاء في المرمى ليفواري. خلاص لن انتهت 100%. حتى لو يسجل آسك الهدف الرابع لفريق رجاء الدار البيضاء، 4-0 ونهاية مستحق. مباراة ولا في الأحلام. الهدف الرابع من فريق الرجاء. أظن اللاعب رقم 27 من سحب الهدف الرابع. ابتعد رقم 14. هدف رابع في وقت قاتل، اظن عمر زويت بالفعل. 30 عمر زويت في المرمى الايفواري وفرحة الجمهور المغربي. يستحق الرجاء، يستحق. الف برافو، كان فارس هذه المباراة.
4-0، سيطرة كاملة، سجل 4 أهداف وأضاع مثلها وترشح لمباراة الحسم لملاقاة شقيقه الزمالك في نهائي أكثر من رائع. خلاص 10 دقائق أضافها الحكم الموريسي ليمكي تشونغ وينظر للصافرة وخلاص، حتى هدف الأسك لا لن يؤثر، الميموزا انسحب رسميا. 4-0 ستكون نتيجة المباراة، وليمكي تشونغ يؤكدها في لقاء الروعة، لقاء لن ينسى. الرجاء يهدي أنصاره فرحة الوصول للمرة الرابعة على التوالي، أو المرة الرابعة في